نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كلامنا في هذه الخطبة أيها الإخوة يدور على آية من قول على آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، فيها حكم عظيمة وفيها فوائد جمة لمن تأملها. ذلك أن ما يدور في هذه الحياة يفهم من ضوء هذه الآية. يعرف أهل الإيمان ما يواجههم، ويعرفون تفسير ما في هذه الدنيا من خلال هذه الآية. قال الله سبحانه وتعالى في كلمات قليلة موضحا حكمة عظيمة في خلقه، يقول عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وعند هذه الكلمات القليلة من كتاب ربنا نتوقف، نريد أن نفهم معاني هذه الكلمات. والمسلم مطالب بفهم كتاب الله. هذه الفتنة والابتلاء من حكمة الله في خلقه، فكما أنه مبلوء بالمصائب ويبلوء بالنعم، يبلوء بالحسنات والسيئات، ويبلوهم بشرعه وقدره، فكذلك يبلو بعضهم ببعض. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، وهذا عام في جميع الخلق. امتحن بعضهم ببعض، فامتحن الرسل بالمرسل إليهم ودعوتهم إلى الحق والصبر على أذاهم وتحمل المشاق في سبيل إبلاغ الرسالة، وامتحن المرسل إليهم بالرسل هل يطيعونهم وهل ينصرونهم ويصدقونهم، أم يكفرون بهم ويردون عليهم ويقاتلونهم. وامتحن العلماء بالجهال، هل يعلمونهم وينصحونهم ويصبرون على تعليمهم ونصحهم وإرشادهم. وامتحن الجهال بالعلماء، وامتحن الجهال بالعلماء، هل يطيعونهم ويهتدون بهم، أم أنهم يعرضون عن أقوالهم ويرجمونهم. وامتحن الملوك بالرعية، والرعية بالملوك، وامتحن الأغنياء بالفقراء، والفقراء بالأغنياء، وامتحن الضعفاء بالأقوياء، والأقوياء بالضعفاء، والسادة بالأتباع، والأتباع بالسادة، وامتحن الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، والمؤمنين بالكفار، والكفار بالمؤمنين، وامتحن الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر بمن يأمرونهم، وامتحن المأمورين بالذين يأمرونهم. وكذلك كان فقراء المؤمنين وضعفاؤهم من أتباع الرسل فتنة لأغنياء القوم والملأ والرؤساء الكفرة، فامتنعوا من الإيمان بعد معرفتهم بصدق الرسالة، وقالوا: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان دين الرسل حقا ما سبقنا إليه هؤلاء الضعفاء والأراذل من القوم. وقال قوم نوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وقال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. فإذا رأى الشريف المسكين الذليل قد سبقه إلى الآيات ومتابعة الرسول حمي
وأنف أن يسلم، فيكون مثله فيكون مثله ومثل من أسلم سواء، لا يمكن أن يرضى بهذا. ولذلك ترى أغلب الأغنياء والرؤساء الطغاة لا يتابعون الحق، وإنما يريدون الإصرار على باطلهم، ويأنفون أن يدخلوا مع الناس في الدين لأنهم يريدون خصوصيات وميزات عن سائر الخلق، وهذه الخصوصيات والميزات بالمال والسلطة. ولذلك افتتن كفار قريش بإسلام الفقراء مثل بلال وخباب وصهيب وأبي ذر وابن مسعود وعمار. ويقول كفار قريش: انظروا إلى هؤلاء الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم من موالينا وأراذلنا، فقال الله: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فالفتنة إذن محك الإيمان وامتحان القلوب، بها يتبين الصادق من الكاذب. وفتن الله أصحاب الشهوات بأصحاب الصور الجميلة، وفتن الله أصحاب الشهوات بأصحاب الأشكال الحسنة والصور الجميلة، وامتحن النوع الآخر بأصحاب الشهوات، فكان كل من النوعين فتنة للآخر، فمن صبر منهم نجا ومن أصابته الفتنة هلك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر من النساء على الرجال. فالعبد في هذه الدار مفتون بشهواته ونفسه الأمارة بالسوء وشيطانه المغري وقرنائه المزينين من الإنس، فإذا أضيف إلى ذلك ضعف الإيمان وضعف القلب ومرارة الصبر على الشهوات وحلاوة المعصية العادلة في الدنيا وميل النفس إلى زهرة الحياة الدنيا وكون العوض على الصبر مؤجل في الآخرة لا يرى الآن، فإنه يكاد يهلك إلا إذا أنقذه الله سبحانه وتعالى. فوالله لولا أن يسعد عبده بتوفيقه والله بالعبد أرحم لما ثبت الإيمان يوما بقلبه على هذه العلات والأمر أعظمه. ومن الفتن ما يفتن الله سبحانه وتعالى بعض المسلمين بالكافرين عندما يرون الكافرين في موقع القوة ويرون إخوانهم المؤمنين في موقع الضعف، يرون المسلمين مقهورين مغلوبين، ويرون الكفرة مستعلين أقوياء غالبين قاهرين منتصرين في الدنيا، فيكون هذا فتنة لبعض المسلمين، فتتحير عقولهم وتضطرب ألبابهم. ولذلك كان لابد من تبيان الحقائق التالية. أيها المسلمون، إن الله سبحانه قد وعد أهل الهدى والعمل الصالح بالنعيم التام في الآخرة، إن الأبرار لفي نعيم، وتوعد أهل الضلال والفجور بالشقاء في الآخرة، إن الفجار لفي جحيم. وقد يسمع الإنسان ويرى ما يصيب كثيرا من أهل الإيمان في الدنيا من المصائب، وما ينال كثيرا من الكفار والفجار الظلمة في الدنيا من الرئاسة والمال، عندهم الهيمنة وعندهم الاختراعات وعندهم فائض المال ونحوه، حتى إنهم ربما رموا محاصيلهم في البحار كي لا ترخص أسعارها. فيعتقد المسلم في بادئ الأمر أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا للكفار والفجار، وأن المؤمنين حظهم من الدنيا قليل. وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصر في الدنيا تستقر للكفار والمنافقين والظالمين. فإذا سمع قول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله سبحانه: وإن جندنا لهم الغالبون، وقوله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقوله: والعاقبة للمتقين، وغيرها، قال: إن هذه تجعل للمؤمنين في الآخرة، وأما في الدنيا فلا سبيل للمؤمنين إليها، فهي للكفار الغلبة والعلو. ويتأكد هذا الظن
إذا قامت دولة الأعداء من الكفار والمنافقين الظالمين. فيرى بعض المسلمين أن صاحب الباطل قد علا على صاحب الحق، فيقول أنا على الحق وأنا مغلوب. فصاحب الحق في هذه الدنيا مغلوب مقهور. فإذا ذكرته بوعد الله للمتقين من حسن العاقبة قال هذا في الآخرة فقط. ونحن اليوم نرى ونسمع أخبار إخواننا المسلمين في العالم، اعتقالات وسجون ومحاكمات وإيذاءات وشنق وقتل وسلب وافتراءات، فماذا عشانا نظن بالنسبة لهذه الناحية؟ يعتقد كثير من المسلمين أن الله سبحانه وتعالى لا يؤيد أصحاب الدين في الدنيا ولا ينصرهم في الدنيا، وإنما كل النصر في الآخرة وكل المجازاة في الآخرة وكل العوض في الآخرة، وأن الله لا يجعل العاقبة للمسلمين في الدنيا أبدا. هذا الظن يأتي الآن تحت مطارق ما يحدث من الأحداث الملمة التي فيها إذلال للمسلمين وعزة للكافرين في الظاهر. بل يظنون أن صاحب الحق لا بد أن يعيش عمره مظلوما مقهورا مغلوبا، مع أنه يقوم بأمر الله ويأتمر بأمره ويترك النواهي التي نهي عنها. فلا إله إلا الله، كم فسد بهذا الاغترار من الناس، وكم ضاعت تصورات صحيحة للدين بسبب ذلك. فالعبد إذا آمن بالآخرة يجب عليه أن يبقى طالبا لمنفعة نفسه ودينه في الدنيا، وينبغي عليه أن يحاول دفع الضرر عن دينه ونفسه في الدنيا، ويجب عليه أن يطلب العلو لدينه ونفسه في الدنيا. ولذلك الذين يسيطر عليهم هذا الفكر الخاطئ أن الله لا ينصر المسلمين في الدنيا وأن كل الأجر في الآخرة، لا يعملون لنصرة الدين من جهة أخذ الأسباب المادية لنصرة الدين، ويقولون لا فائدة من إعداد العدة لأن الغلب للكفار ولأن الله لا ينصر المسلمين في الدنيا. فتأتي هذه الأوهام الفاسدة بهذه النتائج المخيفة، فيتركون العمل بالنصرة أسباب الدين الظاهرة في الدنيا ويتولون عن ذلك ويتقاعسون، ولا يقومون بحق نصرة دينهم في الدنيا، ولا يأخذون بأسباب القوة والعدة، وهذا انحراف عظيم. فانتبهوا يا معشر المسلمين. والذي يعتقد أن الله لا ينصر المؤمنين في الدنيا وأن الغلب للكفار دائما، فهذا من جهله بوعد الله ووعيده. والله سبحانه ضمن نصر دينه وحزبه وأوليائه القائمين بدينه علما وعملا وحالا. قال سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى وأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، وهذا حصل في الدنيا. والله قد وعد ووعده نافذ أنه سينصر المؤمنين في الدنيا والآخرة. فهذه الآية إلا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد تدل على أن هناك نصرا للمسلمين في الدنيا. وقال الله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال كتب الله لأغلبن أنا ورسله. وقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. وقال ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. وحتى لا يظن واحد أن هذه معركة من معارك النبي عليه الصلاة والسلام فقط، قال الله بعد هذه الآية مباشرة سنة الله، معناها أنها تتكرر وتحدث. وقال الله للمسيح ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فلما كان للنصارى نصيب من اتباع عيسى، نصيب ما ولو قليل جدا من اتباع عيسى، كانوا فوق اليهود إلى يوم القيامة. ولذلك لا يمكن أن يأتي لليهود على النصارى نصر عام وستبقى القوة
في الغالب للنصارى على اليهود. ولما كنا نحن المسلمين أولى بعيسى من النصارى، ونحن الذين اتبعوا عيسى كما جاء بالضبط، ولما بشر بأحمد صلى الله عليه وسلم اتبعنا أحمد عليه الصلاة والسلام، اتبعناه وكنا وراءه ومعه، فنحن لأننا أولى بعيسى من النصارى فلا بد أن تكون لنا الغلبة عليهم. وأنت الناس الذين تحت مطارق الواقع هذا الآن، هذه السنين الآن التي نعيشها، لا يشعرون بمعاني مثل هذه الآيات. يقول لهم انظروا إلى التاريخ واقرأوا فيه، منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، الفترات التي قهر فيها المسلمون أهل الأرض من المشركين أكثر أم العكس، ستجد باستقراء التاريخ أن المسلمين كان لهم العلو العسكري والغلبة المادية في الأرض أكثر، وكل الحملات الصليبية على بلاد المسلمين انتهت بالفشل الذريع، ولا بد أن تنتهي الحملات الحالية بالفشل الذريع. ولذلك نحن نقرأ في الأحاديث والآثار أن قتالا بيننا سيكون وبين بني الأصفر، وسيكون لنا الغلبة عليهم بإذن الله. فإذا لا يغرنكم يا أيها المسلمون هذه الانتصارات البسيطة والغلبة المحدودة في الزمن الآن للكفرة، فإن الله ناصر دينه ومعز كلمته ومظهر هذا الإسلام على أهل الأرض. ولكن من الذين ينصرهم الله؟ ومن الذين تكون لهم العلو والغلبة في الأرض؟ ينصر أهل الإيمان علما وعملا وحالا، كما قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فبحسب الإيمان يكون العلو لنا، وبحسب إيماننا تكون العزة لنا. وقال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فبحسب إيماننا يدافع الله عنا. وقال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يكفيك ويكفي المؤمنين. فبحسب إيماننا تكون كفاية الله لنا. وقال: والله ولي المؤمنين. فبحسب ولايتنا لله تكون ولاية الله لنا. إذن أيها المسلمون، هذه الأيام والسنوات العصيبة التي نمر بها الآن، هذه فترة طارئة لا بد أن تنتهي. ولا يظنن أحد أن أمر الكفار باق إلى قيام الساعة أبدا، وإنما سيأتي الله بموعوده للمؤمنين ويكون النصر لهم. يقول هذه الكلمات المهمة، وهي مأخوذة من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله، الذي رأى بنافذ بصيرته هذا الشعور الاستسلامي في نفوس المسلمين، فساق إلينا هذه الكلمات لكي ننعش الأمل في أنفسنا أن الغلبة للإسلام، ولكي لا نغتر بغلبة الكفار وسيطرتهم، ولكي لا نترك الإعداد لنصرة الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينصر دينه، وأن يجعلنا ممن يعلي بهم شريعته، وأن يجعلنا ممن يجاهدون في سبيله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو وحده سبحانه وتعالى، لا شريك له، مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد السراج المنير، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله عليه وعلى آله ومن تبعه إلى يوم الدين. أيها المسلمون، بعد هذه المقدمة بأن وعد الله للمؤمنين بالنصر إذا تمسكوا بدينه نافذ ولا بد في الدنيا قبل الآخرة، تأتي هنا بعض الشبهات لبعض الناس فيقولون: فلماذا إذن يحصل الابتلاء والامتحان؟ ولماذا إذن قدر الله على بعض المؤمنين بالابتلاء والأذى وهم ينصرون دينه ويسعون لإعلاء كلمته؟ وما بالنا إذن
قد ينتقل الإنسان إلى ما هو أبسط من ذلك فيقول: ولماذا صرت أنا فقير؟ ولماذا صرت مبتلى؟ وهكذا. وأنا مسلم. أما عوام الموحدين إذا أردت عليهم هذا الإيراد قالوا: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا صحيح ولا شك، ولكننا نريد أن نفهم جذور هذا الابتلاء وما هي المعاني التي تتضمنه، وشيئا من الحكم التي قد نراها ونحس بها من ابتلاء الله عز وجل لعباده المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: وسع ربنا كل شيء رحمة وعلمة. فوسعت رحمة الله كل شيء، وأحاط بكل شيء علمة، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها. أرجو إفساح الطريق لإخوانكم ليدخلوا، تقدموا أيها الإخوة وأسع الطريق لإخوانكم. وسعت رحمة ربنا كل شيء، وأحاط بكل شيء علمة، وهو أعلم بمصالح عباده منهم. والعبد لجهله بمصالح نفسه يظلمها ويضرها لأنه ظلوم الجهل. والرحمة هي إيصال النفع والمصالح وإن كرهتها النفس، هذه هي الرحمة الحقيقية. ومن رحمة الأب بولده أنه يكرم الولد أحيانا على التأدب والتعلم والعمل الطيب ولو بالضرب أحيانا والعقوبة، ويمنعه من الشهوات والملذات المحرمة التي تعود عليه بالضرر ولو بالقوة أحيانا، من رحمته بولده. وإذا أهمل ذلك كان غير رحيم حقيقة بولده. وإن كان في الظاهر يقول الناس: فلان تارك أولاده يفعلون كما يشاءون، لم يضربهم أبدا ولم يعاقبهم مطلقا، إنه رحيم. وهذا غير رحيم، فإن الرحيم هو من يحمل أولاده على الطاعة ولو استخدم القوة بحكمة أحيانا، هذا هو الرحيم. ولذلك يظهر الفرق بين رحمة الأب ورحمة الأم، فإن رحمة الأم أحيانا في إعطاء الولد ما يريد، والضغط على الأب بعدم إكراه الولد أو معاقبته، وربما أراد الولد المراهق سيارة يفعل بها المنكرات ويلح، والأب يقف ويقول لا، والأم تتوسل إلى الأب أن يسمح ويعطيه السيارة. هذه رحمة مقرونة بجهل. ولذلك كانت الرحمة الحقيقية هي إيصال النفع في الظاهر، إيصال النفع للمسلم ومنع الضرر عنه ولو باستخدام الأشياء المؤلمة أحيانا. ولهذا أنت تعلم الآن من هذه النقطة كان من تمام رحمة أرحم الراحمين بعباده تسليط أنواع البلاء على العبد، فإنه أعلم بمصلحة عبده. فابتلاؤه وامتحانه ومنعه من كثير من أغراضه وشهواته من رحمته لعبده. ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه أنه يبتليه وأنه يكرهه، ولا ينظر إلى جانب الإحسان الإلهي في هذا الابتلاء. والله يحمي عبده المؤمن الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه. أصناف الطعام المشهية تمنعها أنت عن مريضك إذا كانت الحمية هي العلاج، وهي شهية جدا وتمنعه منها. والله يحمي عباده المؤمنين المخلصين من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه كما ورد في الحديث. فمن رحمته بعباده أن يبتليهم، لا بخلا يمنع عنهم الأموال أو يفقر بعضهم بخلا، كلا، فإنه جواد كريم ماجد غني كريم سبحانه وتعالى. فمن رحمته أنه ينغص عليهم الدنيا ويكدرها لئلا يسكنوا إليها ولا يطمئنوا بها، ولكي يرغبوا إلى النعيم المقيم في الدار الآخرة، فيسوقهم إلى الجنة بسياط الابتلاء والامتحان، فمنعهم ليعطيهم، وابتلاهم ليعافيهم، وأماتهم ليحييهم. انظروا أيها الإخوة، يجب أن نتمعن في حكمة الله في خلقه. منعهم في الدنيا من بعض الأشياء ليعطيهم في الآخرة عباده المؤمنين، وابتلاهم في الدنيا ليعافيهم يوم القيامة،
وأماتهم ليحييهم سبحانه وتعالى. ومن كون بعض الناس لبعضهم فتنة كما أوردنا في أول الخطبة علاقة لها بهذه النقطة، يقول بعض الفقراء لما لم أكن غنيا، ويقول الضعيف هل لا كنت مثل القوي، ويقول المبتلى هل لا كنت مثل المعافى، ويجهلون حكمة الله في هذا الابتلاء. وقد حصل من جراء الجهل بهذه المسائل أمور عديدة من ظلم البشر لخالقهم، وبلغ الجهل ببعضهم وهو الجهم بن صفوان عليه من الله ما يستحق الملحد الزنديق، أنه كان يخرج بأصحابه إلى الجزمة وأهل البلاء ويقول انظروا أرحم الراحمين يفعل مثل هذا ليحملهم على الإلحاد، وهو ينكر رحمة الله كما ينكر حكمته. وقال ملحد آخر ما على الخلق أضر من الخالق. وبعض العوام اليوم إذا أصيب بابتلاء قال يا رب ماذا أذنبت حتى فعلت بي كل هذا، وإذا ما قاله بلسان المقال فهو يقول بلسان الحال. وقال ابن القيم رحمه الله قال لي غير واحد إذا تبت إلى الله، انتبهوا أيها الإخوة، يقول قال لي غير واحد إذا تبت إلى الله وأنبت وعملت صالحا ضيق علي رزقي ونكد علي معيشتي، وإذا رجعت إلى المعصية وأعطيت نفسي هواها جاءني الرزق والعون والمساعدة. وهذا في بعض الحالات يكون صحيحا، نعم هذا بعض الحالات يكون صحيحا نعم، ولكن ما هي الحكمة، ما هي الفكرة التي ينبغي أن يفكر بها العبد في هذا؟ قال فقلت له، يقول ابن القيم فقلت له هذا امتحان منه ليرى صدقك وصبرك، هل أنت صادق في مجيئك إليه وإقبالك عليه فتصبر على بلائه فتكون لك العاقبة، أم أنت كافر به فترجع على عقبك؟ وهذه فعلا من الأشياء التي يواجهها بعض الذين يدخلون في التمسك بهذا الدين، يقولون فقدت الوظيفة بسبب التمسك بالدين، فقدت مميزات مالية بسبب التمسك بالدين، فقدت منصب بسبب لحيتي، فقدت منصبا ووظيفة وعملا، فلأني أنا استقمت عوقبت بحرمان الوظيفة والأموال. فيقال له إن هذا من الله لينظر هل أنت ثابت، هل مجيئك إليه حقيقي صحيح عن يقين وإيمان، أم أنك عند أول هزة ترجع على عقبك. يا ليت الناس يفهمون هذا، لو فهم الناس هذا لكفينا شرا كثيرا. وهذه الأوهام أيها الإخوة تنشأ من حسن ظن العبد بنفسه أن إيمانه كامل فلماذا يعاقب؟ فلا إله إلا الله، كم فسد بهذا الاغترار من الخلق. وعندما نأتي إلى المسألة الأخرى وهي لماذا يبتلي الله أولياءه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بالسجون والمعتقلات والأكاذيب والافتراءات والقتل والمطاردة في الأرض، يكون لهذا معاني عظيمة وحكم لله كبيرة. ونظرا لكثرة هذا النوع من الابتلاء في هذه الأيام يجب التركيز عليه وإعلام الناس به، ولعله يكون لهذا خطبة قادمة إن شاء الله في حكمة ابتلاء الله لعباده القائمين بالمعروف الناهين عن المنكر المجاهدين العاملين، لماذا يبتليهم ويسلط عليهم من هؤلاء الخلق حتى يأتي وعد الله بالنصر، ونحن قد أبينا أن وعد الله سيأتي، لكن حتى يأتي لماذا تحدث هذه الابتلاءات؟ هذا ما سيكون له مقام آخر في تبيينه وتفصيله إن شاء الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تجعلنا لدينك عاملين وفي سبيلك مجاهدين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم انشر رحمتك علينا وأنزل سكينتك يا ربنا. اللهم وسع لنا في رزقنا وفي دورنا، وبارك لنا في أهلنا وأموالنا. اللهم باعد بيننا وبين الأذى، وباعد بيننا وبين السوء. اللهم لا نسألك البلاء، اللهم ادفعه عنا، ولكن يا ربنا ثبتنا إذا ما أنزلته علينا. اللهم ادفع البلاء عنا وعن المسلمين،
وآمنا في أوطاننا وبلداننا وسائر المسلمين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، تكلمنا في خطبة ماضية عن شيء من حكمة الله سبحانه وتعالى في ابتلاء عبيده، وعن أمور من الفوائد المصاحبة لهذا الابتلاء، وعن الموقف تجاه هذا الابتلاء، وذكرنا جانبا من سوء ظن بعض الناس بالله حينما يعتقدون أن الله لا ينصر المسلمين في الدنيا، وأن أهل الحق قد كتب عليهم أن يبقوا أذلاء مغلوبين ومقبولين دائما على عكس أهل الباطل. ذكرنا جانبا من قصة هؤلاء الذين لا يثقون بوعد الله ولا بنصره لعباده في الدنيا، ومخالفتهم لفهم الكتاب فهما صحيحا وفهم سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي نهاية الخطبة أوردنا سؤالا عن فائدة ابتلاء الله للمؤمنين من عباده والدعاة إلى سبيله الذين يعملون لدينه ليلا ونهارا، يبتغون بسعة هذا الدين وتمثيله في الأرض، ثم يجد أن الله يبتليهم أحيانا ويسلط عليهم بعض الأعداء فيسومونهم أنواع الأذى والعذاب. وقلنا ما هي الحكمة من وراء هذا، والله أعلم بالحكمة والحكم، ولكن المخلوق قد يلحظ شيئا من ذلك، وخصوصا أهل العلم. ووعدنا بإكمال الكلام عن موضوع الابتلاء هذا، وهذا ما نحن بصدده الآن. يسأل كثير من الناس فيقولون: هؤلاء الدعاة إلى الله والعاملون لدين الله الذين يريدون تمكين الدين في الأرض، يحصل لهم من أنواع البطش والتنكيل، ويحصل لهم من الأذى أمور كثيرة، فما هي الحكمة يا ترى من وراء ذلك؟ وقد أجاب أهل العلم عن ذلك بأمور عديدة، فمنها أولا أن ما يصيب المؤمنين من الشرور والمحن والأذى والمكروه هو أقل مما يصيب الكفار، والواقع شاهدا بذلك. فإنك ترى وتسمع في الأخبار المختلفة أن حجم ما يسلطه الله على العذاب في الدنيا على الكفار من أنواع الأمراض والأوبئة والزلازل والبراكين والأعاصير والعواصف والحوادث والحروب التي تقع بين الكفرة أنفسهم أكثر مما يسلط الله على المؤمنين. وهذه الحروب العالمية القريبة التي أفلت عشرات الملايين من الكفرة، أين هذا من ثناء بعض المسلمين المضطهدين في العالم لجراء تسلط بعض الكفار عليهم؟ ثانيا، إنما يصيب المؤمنين في سبيل الله يرافقه الرضا من المؤمن الحق والاحتساب من المسلم الصادق، وهذا يخفف عليه البلاء
ويزيل فقله ويوقف معونته. فإن المؤمن كلما شاهد العوض على الابتلاء وكلما قرأ الآيات والأحاديث في فضل الصبر على البلاء زال عليه أمر البلاء وزاد ثباته على التحمل. والكفار لا رضا عندهم ولا احتساب، وإن صبروا فكصبر البهائم، لا يشعرون بميزة في صبرهم ولا باحتساب أجر فيه. وقد نبه الله على هذا المعنى فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. هذا بالنسبة للألم المحسوس في البدن، لكن ما هو الفرق في النفس والروح؟ إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن الفرق العظيم أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. فترجون من الله من الحسنات والأجر العظيم على هذا الصبر، بهذا الصبر على هذا البلاء ما لا يرجوه الكفرة ولا يفكرون فيه أبدا، ولا تصل عقولهم إلى إدراك هذا الأمر مطلقا. فاشترك المؤمنون والكفرة في الألم البدني، وامتاز المؤمنون برجاء الزلفى والأجر من الله، فزاد تحملهم وصبرهم على هذا البلاء. ثالثا، إن الله سبحانه وتعالى يعين عبده المؤمن إذا ابتلاه ويخفف أثر البلاء عليه، وذلك بحسب طاعة العبد لربه وإخلاصه له وقوة الإيمان به في قلبه. فيتحمل المؤمن من الأذى بتخفيف الله ومعونة الله ما لو نزل هذا البلاء بغيره ما تحمله، وهذا من دفع الله عن عبده المؤمن. فكما يدفع عنه كثيرا من البلاء فإنه يدفع عنه ثقل البلاء ومشقته إذا نزل به. رابعا، إن المحبة كلما تمكنت من القلب ورسخت في القلب كان تحمل المحب للأذى في سبيل محبوبه أكثر وأشد، بل ربما وصل الأمر إلى أن استحلى هذا الابتلاء ولم يسخط أبدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء المحبون لمحبوباتهم الدنيوية يستخلون بذلك، حتى قال قائلهم: لئن شاءني أن يلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت بذلك، لئن شاءني أن يلتني بمسبة أو بمساءة لقد سرني أني خطرت بذلك. فمجرد أني خطرت بذلك ولو بالمساء هذا شرف لي، كما يقول هذا الشاعر في محبوبه أو محبوبته. فكيف بالعبد المؤمن عندما يتصور أن الله سبحانه وتعالى ابتلاه لأنه يحبه، وابتلاه لكي يرحمه، وابتلاه لكي يرفع منزلته، فينقلب السخط رضا وينقلب الألم فرحا ومحبة ولذة لهذا الابتلاء الواقع، لأنه لا أحد يحب أحدا كما يحب المؤمنين ربهم، كما يحب المؤمنون ربهم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. خامسا، إنما يصيب الكافر والفاجر من العز والنصر والجاه أقل مما يحصل للمؤمن بكثير، بل إن الكافر لو صار عزيزا في الدنيا وملك مقاليد الأمور الدنيوية وتحكم في أنواع الناس في العالم وصار له الغلبة العسكرية والقوة المادية، فإنهم في حقيقة أنفسهم أذلة وفي شعورهم الداخل المهانون، وإن كانوا في الظاهر بخلاف ذلك. ولا تغتر بالهمجة ولا بالتبخل والغرور، كما قال الحسن رحمه الله: إنهم وإن همجت بهم البراهين وطقطقت بهم البغال، يعني ولو ركبوا في المراكب الفارهة وتبختروا في المشية، إن ذل المعصية لا يفارقهم، أبى الله إلا أن يذل من عصى. وكذلك فإن ابتلاء المؤمن هو عبارة عن دواء يداويه به ربه، يداويه به ربه سبحانه وتعالى. وإن الله ليستخرج بالابتلاء من نفس المؤمن
من الأمراض والأدواء ما لو بقيت في نفس المؤمن لأهلكته أو أنقصت من ثوابه وأنزلت درجته على الأقل. فيعالجه الله بهذا الابتلاء ويخرج من الغرور والعجب والأمراض الأخرى من قلبه بهذا الابتلاء، فيكون كثير النفس عند ربه طريحا على أعتاب ربه يسأله ويناديه، فتتخلص نفس المؤمن من هذه الأمراض المهلكة من مثل العجب والغرور بهذا الابتلاء. ولذلك تجد بعض الناس يكون فيه الغرور في تجارات ومراكز، فيبتلي الله ببلاء فتحس أن البلاء قد كسر من نفسه وطامن منها وأنزلها لتأخذ حجمها الحقيقي في الواقع، فيكون الابتلاء من رحمة الله لو تركه لهلك. ولذلك فإن الله يبتلي عبده ليعالجه أو ليرفع درجته ويكفر حسناته وهكذا. ولذلك صار البلاء للمؤمن في جميع الحالات خيرا، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس للكافر مثل هذه الميزة أبدا. فهذا الابتلاء والامتحان من تمام نصر الله لعبده وعزه له وإعزازه له ومعافاته له. ولهذا كان أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة خفز عنه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطية. سابعا، إنما يصيب المؤمن في هذه الدار من تسلط الكفار وغلبتهم أحيانا وأذاهم للمؤمنين أمر لازم لا بد منه، مثل الحر الشديد والبرد الشديد والأمراض والغموم والأحزان، فهذا أمر لازم لطبيعة النفس البشرية والنشأة الإنسانية في هذه الدار، كما للأطفال والبهائم لما اقتضته حكمة أحكم الحاكمين. وتأمل أيها المسلم الذي تقول ربما لماذا يبتلي الله عباده، أليس مسلمين، أليس مجاهدين، أليس دعاة، لماذا يسلط عليهم؟ نقول وربما يقول واحد: لماذا لم يكونوا في الدنيا دائما في سرور وبهجة وعافية من جميع أنواع الابتلاءات؟ أليس يعبدون الله؟ لماذا يصابون بالأمراض والأذى؟ لماذا يدخلون السجون؟ لماذا يطاردون؟ لماذا تنتهب أموالهم؟ بل لماذا يقتلون؟ الجواب أن هذه الدنيا دار ابتلاء، ولو كانت هذه الدنيا ليس فيها أحزان ولا هموم أبدا ولا أمراض ولا مصائب، إذن ما الفرق بينها وبين الجنة؟ وكيف تتميز الجنة التي ليس فيها هم ولا غم ولا حزن ولا مصيبة ولا مرض ولا موت ولا نقص من الأموال والأنفس والثمرات، بل كلها موفات؟ لو كان الناس في الدنيا المسلمين حتى المسلمين كلها عليهم بردا وسلاما، فما الفرق بين الدنيا وبين الجنة إذن؟ فاقتضت حكمة الله أن يجعل للمسلمين وغيرهم يجعل للمسلمين يستشعروا المعنى بالذات أنواعا من البلاء، ليحسوا أن هذه الدنيا دار عبور وليست دار مقر، ويسعوا لدار المقر الحقيقي في جنة الأرض والسماوات والأرض، وأن يعلموا أن هذه حياة مؤقتة، ولو أنها كلها صارت بردا وسلاما عليهم لركنوا إليها ولما تطلعوا إلى الجنة ولا للعمل من أجل الجنة. فتأمل حكمة الله في إصابة المسلمين بأنواع الابتلاءات في الدنيا. فلو صار هذا العالم خيرا بلا شر ونفعا بلا ضر ولذة بلا ألم لكان عالما غير هذا ونشأة أخرى، ولفاتت الحكمة من مزج الخير بالشر واللذة بالألم والنفع بالضر، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. ثامنا، إن الابتلاء بغلبة الأعداء فيه فوائد.
الابتلاء احيانا بغلبة الاعداء فيه فوائد، فمن الفوائد استخراج عبودية المؤمنين لله وذلهم له وانكسارهم بين يديه وشعورهم بالحاجة الى الله. لو كانوا دائما منصورين لربما ما شعروا بحاجة الى الله، لو انتصروا في جميع المعارك على الكفار ما شعروا بالانكسار ووجوب اللجوء والطلب النصرة من الله. ولو كانوا دائما منصورين لبطروا وأشروا، فاقتضت حكمة الله أن جعلهم غالبين تارة مغلوبين تارة، فإذا غلبوا تضرعوا وأنابوا واستغفروا ولجأوا، وإذا غلبوا أقاموا الدين وأقاموا الشريعة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وكذلك لو أنهم كانوا دائما منصورين غالبين قاهرين لدخل معهم من المنافقين من لا حصر لهم، كلهم مع الغالب كلهم مع الغالب، فجعل الهزيمة أحيانا من المسلمين لتنفيذ الصفوف لتتبين حكمة الله وليتمحص الصف وليزول الغبش وليتطاير هؤلاء المنافقون من الصف ليبقى الصف متميزا، لأنه حين الشدة لا يريد الدين إلا المخلص. وأما المنافق لا يريد الدين حين الشدة، بل يذهب إلى معسكر الكفرة ويكون مع الكفرة ويدور مع الكفرة. لكن من يبقى مع الدين في وقت الشدة عندما يكون المسلمون في ضعف؟ الصادقون المخلصون. وأما البقية فوجوههم ملممة ملممة شفرة، تلك البيت بيت الكفرة الذي يعتزون بعزه ويذلون بذله. فتأمل حكمة الله في جعل الغلبة على المؤمنين أحيانا. وكذلك فإنه يكون بهذا الغلب، فإنهم لو كانوا مقهورين دائما وأبدا ما دخل معهم أحد، فتنوعت عليهم الأحوال في كونهم منصورين تارة مغلوبين أخرى. ثم إن الله يحب أن يكمل عبودية عبده، والعبودية لا تظهر، أنواع العبودية لا تظهر كلها في حال السراء، وبعضها لا يظهر إلا في الضراء، الانكسار واللجوء والتضرع ما يظهر في حال السراء مثل ما يظهر في حال الضراء. فلكي تكتمل العبودية جعل لهم من أوقات الشدة عليهم ما يشعرون فيه بهذه المعاني ويصرفونها لله. وتأملوا أيها الأخوة، لو لم يكن هناك غلبة للكفرة على المسلمين أحيانا، كيف تظهر الخوارق ويظهر تظهر معونة الله للمسلمين؟ إذا كانوا دائما هم الأكثر عددا وهم الأقوى عدة، دائما دائما يكتسحون ما أمامهم باستمرار، فكيف يظهر تثبيت الله لهم وإنزال الملائكة ومساعدة المؤمنين؟ لكن عندما يكون في قلة وضعف ويلجأون ويتضرعون مغلوبين، ثم ينزل الله ملائكته ونصره وتأييده، فتظهر الخوارق ويظهر وتظهر حكم لله في المعارك بين المسلمين والكفار. أيها المسلمون، عندما لا يكون هناك مدافعة ولا يكون هناك صراع، كيف تظهر مثل هذه الأشياء التي تبين معية الله للمؤمنين؟ ومن ينصر الله ينصره الله. وهذه أشياء بسيطة عبر، فيها عبر لمن تدبر، فأين المعتدون؟ ولو أن الغلبة دائما للمسلمين فكيف تستقيم الأبدان بغير ابتلاءات وبغير هزائم وبغير جراحات؟ فكما أن الأبدان لا تستقيم إلا بالحر والبرد، واسأل الأطباء لو كان البلد كله على جو واحد والجوع والعطش والتعب والنفض، فإن هذه الأشياء والمحن شرط في حصول الكمال الإنساني. وإذا لم يكن هناك تسلط الكفر على المسلمين ولا صراع، ودائما المسلمين مهيمنون على العالم كله، فكيف يحصل تنشيط من المؤمنين وتخليص من ذنوبهم؟ والله يقول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أجر على القرح وإصابة لا بد منها مثل الأرزاق والآجال، وظهور علم الله في الواقع، هذه جائزة عظيمة أن يظهر علمه في الواقع ويراه الناس.
الله عز وجل قادر أن يدخل الناس بدون أن يجعلهم في هذه الحياة، يخلقها مباشرة ثم يجعل المؤمنين في الجنة والكفار في النار بعلمه السابق، فهو يعلم من المؤمن ومن الكافر. فلماذا جعلهم في الدنيا ليظهر علمه في الواقع ويرى الأجر؟ ربما قال الناس إذا دخلوا النار ولم تنى يا رب ما أعطيتنا فرصة لنعمل، والله يعلم أنهم من أهل النار، فجعلهم وبثهم في هذه الدنيا ليعملون فيكفرون فيدخلون النار بعدما أقيمت الحجة عليهم بإنزال الكتب وإرسال الرسل وبعدما عصوا الله سبحانه وتعالى. ثم أخبرني أيها الأخ المسلم، لو لم يكن هناك صراع بين المسلمين والكفار وهزائم وانتصارات، كيف يكون لله شهداء من المسلمين؟ إذا كان المسلمون دائما يكتسحون منتصرين وليس هناك كفار يقاومون ولا يقاتلون، كيف هذه رتبة الشهداء في الجنة لمن تكون؟ من الذي يرثها؟ من الذي يكون فيها؟ فلا بد أن تكون هناك صراعات ومعارك بين الحق والباطل، فيسقط من المسلمين قتلى في سبيل الله فيكونون شهداء فيرثون تلك المنزلة العالية في الجنة، منزلة الشهادة العظيمة. فهذه من فوائد الاجتماع. والله يبتلي المؤمنين ليعلم من يثبت ممن يرتد على عقبيه. الإسلامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولذلك الصحابة الثابتون لما رأوا الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فأين المسلمون اليوم الناكفون على أعقابهم المرتدين على أدبارهم؟ أين هم اليوم في المعارك التي ينبغي أن يجددوا فيها أقدامهم، المعارك العسكرية والمعارك الفكرية والمعارك التي يشن عليها الكفر في علينا أنواع من ذنوب الاحتيال والمكر والخداع والتسلل؟ أين الموقف يا عباد الله؟ ولماذا الانتهاء بأنواع الألعاب والملهيات وترك الساحة خالية فنتولى على أدبارنا ولا نثبت في هذه المعركة ونثبت أقدامنا لننال هذه الدرجات الرفيعة؟ اللهم إنا نسألك أن تثبت أقدامنا يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعلنا من الصابرين في البأساء والشاكرين في النعماء. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يخافك ويتقيك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأرجو لإخواني أن يتقاربوا ليدخل إخواني الواقفون في الخارج. الحمد لله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى خلق الخلق فابتلاهم بحكم، وما كان فعله عبثا ولا سدى. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد السراج المنير الذي ابتلي في الله فصبر، وامتحنه الله سبحانه وتعالى بأنواع الابتلاءات والامتحانات، فشكر لربه أن ثبته الله على هذه الامتحانات والابتلاءات فصبر عليها، صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن أصحابه الذين صبروا معه وجاهدوا. أيها المسلمون، الإنسان مدني بطبعه، لا بد أن يعيش مع الناس، والناس لهم تصورات وإرادات واعتقادات، ويطلبون من الشخص أن يوافقهم على هذه الإرادات والتصورات، فإذا لم يوافقهم عذبوه وآذوه، وإذا وافقهم عاقبه الله بأن جعل له من العذاب والأذى من طريق آخر أكثر من العذاب والألم الذي يحس لو خالف الناس. الإنسان لا بد أن يعايش الخلق، ولا بد إلا أن يوافقهم أو يخالفهم، ولا ريب أن ألم المخالفة مخالفتهم بالباطل أسهل وأيسر من العذاب المترتب على موافقتهم على هذا الباطل. وكثير من الذين يطاوعون الناس على الظلم والفاحشة وشهادة الزور والمعاونة على الحرام يحصل لهم بعد ذلك من الألم وتسليط الناس عليهم أضعاف الألم الذي يحس به المؤمن إذا صبر
على أذى الناس وعلى طلب الناس منه أن يوافقوه على الباطل. والبلاء في العبد أربعة أنواع: إما أن يكون في نفسه أو ماله أو عرضه أو أحبابه. وأشدها تلف النفس والأذى الواقع على النفس. ومن المعلوم أن غاية الخلق كلهم الموت، هل تكون الميتة شريفة؟ وليكن بذل النفس في أمر يسوى. لا يجد الشهيد من الألم إلا كما يجد أحدكم مثل القرصة. واعتبر بحال إبليس الذي امتنع عن السجود لآدم لإعزاز نفسه ورفعها، وفرارا من الخضوع والذل بزعمه تعاقبه الله بأن أذله وجعله في أذل الأذلين. فهو لا يزال يزين، هو وأولاده وذريته يزينون للكفرة والفساق أعمالهم، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وكذلك كل من امتنع أن يذل نفسه لله لا بد أن يذله الله سبحانه وتعالى بأناس يذلونه لغير الله، كما قال بعض السلف: من امتنع أن يمشي مع أخيه خطوات في حاجة أمشاه الله تعالى أكثر منها في غير طاعته. هذه أيها الأخوة بعض الحكم من وراء ابتلاء المؤمنين وتسليط الله أحيانا بالكفرة على المؤمنين في الظاهر، والعزة في نفوس المسلمين دائما على طول الخط. والله يبتلي عباده بالأمراض، ويبتليهم بتضييق الرزق، ويبتليهم بتسليط الأعداء. هذه كلها حكم أوردنا بعضها. الآن نأتي فنقول لهؤلاء المعترضين على الله في المجتمع، يوجد وأنت تسمع ذلك يا أخي ولا بد، في بعض المجالس أناس يعترضون على الله ويقولون: لما فعلت لنا كذا؟ ماذا فعلنا حتى تعاقبنا بكذا؟ وهكذا، كما وصلت الجرأة لبعض من قال: ليس على المخلوق أضر من الخالق، قاتله الله. وقال بعض ما قد أصيب بجرب ينبغي أن لا يكون هذا عليه تأمل. وقال بعضهم: وكان أكولا لكن ما عنده طعام كثير، فلما كبر في السن صار الطعام ياتيه. قال: بعثني هذا على الكبر لما عجزت عن الطعام. تأمل. وقال ابن الجوزي: وكان لي صاحب قارب الثمانين كثير الصلاة والصوم، ابتلاه الله بمرض فاشتد عليه المرض، فلما اشتد عليه ما فضح، كان صابر على الصلاة وعلى الزكاة وعلى الصيام وعلى الحج وعلى البر وعلى الصدقات وعلى الصلة، لكن على البلاء ما صبر. فلما اشتد عليه البلاء قال: إن كان يريدني أن أموت فليموتني، أما هذا التعذيب فما له معنى. هذا موجود في نفوس كثير من الخلق. وبعضهم لما ضاق عليه الرزق اعترضوا، وربما قالوا: ايش هذا التدبير؟ وربما قالوا: لا نريد دين ولا صلاة، إذا كان هذه أخرتها التضييق والطرد من الوظيفة. ولما رأى بعضهم تسلطا للكفار في وقت من الأوقات قال: هذا قضاء أعوج، كيف يسلطهم؟ وبعض الحمقى ينتقد الله على خلق الحياة والعقارب. ما في خلق الحياة والعقارب حكم، وذكرنا بعض ذلك في الخطبة قبل الماضية. أيها المسلمون، هذا قضية اتهام الله سبحانه وتعالى في قضائه وسوء الظن به والاعتراض عليه، هذه مصيبة ابتلي بها بعض المسلمين، وهذه تؤدي إلى الكفر الأكبر ولا شك، وتخرج عن النية. فأين الرضا بالقضاء والقدر يا معشر من أصيب بشيء من الابتلاء؟ وأذكركم أيها الأخوة في ختام هذه الخطبة أن هذا الشهر العظيم هو شهر الله المحرم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وفيه يوم عظيم وهو يوم عاشوراء، يوم نجى الله فيه موسى ومن معه من فرعون، واغرق فرعون وعند موسى وبني اسرائيل. فلما جاء عليه الصلاه والسلام الى المدينه راى اليهود يصومونه فسالهم، فلما عرف ذلك وعرف بالوحي ان هذا يوم نجى الله فيه موسى قال: نحن احق بموسى منهم واولى بموسى منهم، فصامه وامر بصيامه. وارغاما لانف اليهود أمر بمخالفته، فأمر بأن يصام يوما قبله أو يوما بعده للمخالفة، واليوم الذي قبله أحسن، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فتاسع وعاشوراء أفضل ما يصام في هذا الشهر. أما عن أجره وأجر صيامه فقد سئل صلى الله عليه وسلم فقال: من صام
يوم لما سئل عن صيام يوم العاشوراء فقال يكفر السنة الماضية كلها السنة الماضية من صامه لله. وقال صيام يوم العاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. يوم بتكفير سنة والله بالفضل العظيم يعطي لكن أين الآخذون؟ وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه واحدة. الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة نعمة الإسلام وهذا الأجر العظيم الذي جعله الله لنا نحن المسلمين فأين المشمرون؟ اللهم اجعلنا من عبادك الأخيار وجلدك الأبرار. اللهم انصر عبادك المجاهدين واقنع اليهود والكفرة والمشركين وأذل أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب واجعل خاتمتنا خاتمة سعيدة خروجنا من الدنيا بها على شهادة التوحيد يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.